بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اليوم إن شاء الله الأحد الموافق 27/9/2020، ومن مجزر البساتين تم تحميل 12 طن إلى المديريات الآتية: الإسكندرية 4 طن، الدقهلية 4 طن، كفر الشيخ 4 طن، ومع كل سيارة من هذه السيارات مفتش عام من تفتيش عام الوزارة إلى تسليمها سيد وكيل الوزارة بالمديريات السابقة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.